اخبار الاهلي في الحسابات او من خلال الحسابات المختلفه على السوشيال ميديا. خلينا نبتدي من خلال ترند الاهلي بالحساب الرسمي للنادي، واللي بيقول او بيعلن وبيعرض للجماهير جدول مباريات الاهلي خلال الفتره المقبله. الاهلي هتبتدي طبعا بمباراه طلائع الجيش بكره يوم 28 فبراير، بعد كده هتلعب الاسماعيلي يوم 10 مارس، وبعد كده هتلعب النصر في كاس مصر يوم 14 ابريل، وبعد كده هتلعب الزمالك في مباراه مؤجله من الدور الاول يوم 18 ابريل، وبعد كده هتلعب سموحه 26 وامبي 4 عفوا سموحه 21 وامبي 24، وبعد كده المصري 27، مباريات مضغوطه جدا جدا، وبعد كده يوم 30 ابريل مع الجونه، وتلعب 3 مايو مع المحله، وبعد كده 6 مايو مع الاتحاد السكندري، وبعد كده تختم بالزمالك كطبعا خدام مؤقت، لان لسه في مباريات اخرى هيتم الاعلان عن مواعيدها من قبل لجنه المستويات بالاتحاد المصري لكره القدم. الزمالك المباراه الثانيه هتكون يوم 10 مايو، كلها فرق كبيره وفرق محترمه، والمنافسه هتكون غايه الصعوبه. ان شاء الله الفريق يكون مركز ويقدر يحقق المطلوب خلال الفتره اللي جايه. كامل الثقه والدعم للجهاز الفني واللاعبين بكل تاكيد. خلينا نروح للوطن الرياضي، حسامه على فيسبوك وبيقول على راسهم طاهر، ثلاث لاعبين عائدين لقائمه موسيماني امام طلائع الجيش، وهم هنا بيتكلموا عن طاهر، محمد طاهر كابرز هؤلاء اللاعبين، بيتكلموا كمان على حسين الشحات وان هو هيكون متواجد ومتاح بالنسبه للجهاز الفني في مباراه الغد، منتظرين برضو قائمه النادي الاهلي بشكل رسمي. بيتكلموا كمان على صلاح محسن، ثالث لاعب بيتكلموا عنه في الوطن الرياضي، اعتقد صلاح محسن اعتقد يعني هنتاكد برضو كمان شويه، اعتقد مش هيكون متاح للجهاز الفني في مباراه بكره لعدم الجاهزيه التامه بالنسبه له. ايا كان مين بيلبس تيشيرت النادي الاهلي فكلهم لعيبه كبار، وكلهم باذن الله يقدروا يعملوا لنا مباراه كبيره بكره ان شاء الله. خلينا نروح لسبورت 360، حسابهم على تويتر وبيقولوا علي معلول خارج قائمه الاهلي لمباراه طلائع الجيش بالدوري، وسيتم تجهيزه لمباراه في فيتا كلوب في الدوري ابطال افريقيا ان شاء الله. علي معلول احد المفاتيح المهمه بالنسبه للنادي الاهلي، غيابه اكيد مؤثر في الجانب الهجومي تحديدا بالنسبه للفريق، لكن بصراحه محمود وحيد عمل ماتشين، مباراه سيمبا والمباراه اللي قبليها في الدوري، او عفوا المباراه اللي قبليها كانت فكروني يا جماعه كانت مباراه ايه، عمل مباراتين كبار جدا، وبين ان احنا عندنا الظهير الايسر مطمنين في المكان ده جدا. عندك علي معلول، عندك محمود وحيد، لعيب جامد قوي، كان المريخ قبل سيمبا صح، وكمان عندك ايمن اشرف بيجيد اللعب في المركز ده، فبالتالي ما شاء الله عليهم الثلاثه يعني. لكن علي معلول كمان اكيد اضافه قويه، لاعب خبرات كبيره ولاعب مهم بالنسبه للنادي الاهلي، ان شاء الله يتم تجهيزه بالشكل الامثل لمباراه فيتا كلوب. خلينا نروح كمان لحساب مرتدى على تويتر، الطلائع كامل العدد قبل مواجهه الاهلي في الدوري الممتاز، طلائع ماشيين يعني بشكل جيد مع الكابتن عبد الحميد بسيوني في الحقيقه، من ساعه ما مشي الكابتن طارق العشري وجه الكابتن عبد الحميد بسيوني عاملين مباريات جيده، بيقدروا ان هم يجمعوا عدد من النقاط، بيتالق كمان عدد من اللاعبين سواء احمد سمير، مهند لاشين انضموا لمنتخب مصر، كمان عمرو جمال بصراحه عامل موسم مميز جدا، مستغرب ان هو ما تمش اختياره في القائمه المبدئيه حتى المنتخب مصر، لكن دي طبعا كلها رؤى فنيه كابتن حسام بدري، لكن هم بشكل عام يعني فريق قوي، المنافسه بكره مباراة هتكون غايه في الصعوبه ما بين الفرقتين، الاهلي باذن الله يكون موفق فيها. خلينا كمان نروح لتصريح مهم جدا من العميد محمد مرجان مدير تنفيذي النادي الاهلي من خلال حساب يلا كوره على فيسبوك، وبيقول ان الاهلي هيواجه فيتا كلوب يوم 6 مارس على استاد القاهره، وقال ان هو خاطب الاتحاد الافريقي لكره القدم عشان يتم تحديد الموعد بشكل مبكر ويتم ابلاغ به فريق فيتا كلوب بخصوص موعد مباراه الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي يوم 6 مارس على استاد القاهره زي ما قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. طيب الاهرام وتصريحات من خلال مدرب سيمبا ديدييه جوميز، وبيقول موسيماني مدرب كبير والاهلي سيتاهل الى الادوار النهائيه، يعني كلامه طبيعي، ما هو فعلا موسيماني مدرب كبير، لكن اللي لفت نظري في الموضوع ده ان في الحقيقه اي فريق بيكسب النادي الاهلي فبيبقى المدير الفني بتاعه عليه سبوت جامد قوي، المدرب ده جامد، ده كسب النادي الاهلي، ده طبيعي بسبب حجم فريق النادي الاهلي، وبصراحه فريق سيمبا تنزاني فريق مميز جدا، عمل مباراه كبيره قدام الاهلي، والراجل ده مدرب جيد ديدييه جوميز، لكن هو بياكد على ان موسيماني مدرب كبير
وعلى ان الاهلي سيتاهل الادوار النهائيه في البطوله. نتمنى يا رب رغم صعوبه المنافسه سواء في المجموعه او حتى في الادوار المقبله ان شاء الله لما الاهلي يتاهل يعني. لكن تبقى بطوله دوري ابطال افريقيا اهم البطولات الافريقيه واصعب البطولات ايضا بكل تاكيد. الاهلي حامل لقب هذه البطوله. ده كان ترند النادي الاهلي او ترند الاهلي بشكل عام واللي كان فيه اخبار النادي الاهلي في مختلف الحسابات الرسميه على السوشيال ميديا.